سيارة جاك اي 60 قاعدة العجلات 2.91 متر، وزن العربية 1600، المحرك 1500 سي، بيديك هورس باور 174، هورس باور عالي. تمام، شوف شكل العربية. دي توب لاين تقريبا في احسن عربية يعني في شركة جاك الصينية. شكل العربية من الخارج قوي جدا، عاملة مرسيدس، سيارة مرسيدس حقيقية من الخارج. نشوف المقدمة بتاعتها، مقدمة هجومية جدا، بي النيكل، عربية رائعة جدا كشكل، ستايل رائع جدا. اي 60 بس مش فاتحينها، مش فاتحينها للجمهور عشان يتفرجوا عليها. ده الشكل. نبص على الانتيريور بتاعها، الانتيريور بتاعها انتيريور مرسيدس، انتيريور رائع صح. من الخلف والازاز كله تصليل فمية. شكلها من الخلف رائع جدا.